في هذه الدقائق اللي تسبق الامتحان امتحان شهادة التعليم المتوسط أبناءنا المترشحين لهذا الامتحان في ظروف أقل ما يقال عنها ظروف مناسبة جدا من خلال وضع البروتوكول الصحي، وخا كنا في الأيام السابقة سهرنا على وضع وتنفيذ صارم للبروتوكول الصحي حفاظا على سلامة أبناءنا المتمدرسين أو المترشحين للامتحان في المقام الأول. في الجانب البيداغوجي كل إمكانيات سخرت من مواد بشرية أو إمكانيات مادية لإنجاح هذا العرس التربوي، وهذا عبر 24 مركز في الولاية من خلال 4385 مترشحا. كل نجاح متمين، كل نجاح لأبنائنا وبناتنا المترشحين لهذا الامتحان، ومن خلالكم وجه رسالة اطمئنان لأولياء التلاميذ على أنه أبنائهم سيجتازون الامتحان في ظروف مناسبة جدا صحيا وماديا وبيداغوجيا. شكرا على أشرف المرسلين. تم استقبال التلاميذ في ظروف جدو عادية مع تطبيق البروتوكول حماية من مرض كوفيد بكل شرف. عدد التلاميذ المسجلين 164 تلميذ، حاضرون 17 تلميذ منهم 12 ذكور و5 بنات. ما جينا نفوتوا امتحان شهادة التعليم المتوسط وكان سهل وفورنا جميع ملتزمات بروتوكول صحي. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع زملائي واللي فوتوا شهادة التعليم المتوسط. التعليم المتوسط الحمد لله كانت سهلة ووفروا لنا كاع البروتوكول الصحي، ونتمنى ان شاء الله النجاح كل التلاميذ اللي عندهم.